بين المهاجرين وبين الأنصار. فجاء سعد رضي الله عنه وقال له يا عبد الرحمن، لي زوجتان، اختر أحدهما أطلق الأخرى وتتزوجها، وعندي مالي تأخذ نصف مالي. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. وذهب إلى السوق وتاجر، وأصبحت هذه المزرعة من أكبر مزارع المدينة، وعبد الرحمن بن عوف صار من تجار المدينة. والآن هذه عبد الرحمن بن عوف مزرعة عبد الرحمن تعتبر مزارع العالية، وحتى فيها عجوة المدينة معروفة بكثرة النخيل فيها. حتى في غزوة الخندق لما النبي عليه الصلاة والسلام جاي يعني بدأ في الغزوة، جاءت الفكرة أنه الخندق لأنه من اليمين ومن الشمال كلها أصلا مغطاة بالنخيل، فما حيقدر يوصل لها العدو، فبقيت جهة واحدة فحفروا فيها الخندق. طبعا في المدينة في بساتين كثيرة، الحين تونا مرينا على مزرعة عبد الرحمن عوف، وفي بستان المستظل اللي استظل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا الآن مزرعة سفيان الفارسي الباحث عن الحقيقة. وهذه ترى هذه الأشكال القديمة، هذه الأسوار كيف كانت من قديم يعني ما شاء الله. هنا مزرعة سلمان الفارسي رضي الله عنه. طبعا سلمان الفارسي كان حر، وهو جاي يبحث عن الحقيقة أصبح عبدا، فجاء إلى المدينة في هذه المزرعة، مزرعة خويريق يهودي، فأصبح عبد عنده يعمل في هذه المزرعة. وفي يوم من الأيام وهو يقطف من التمر، سمع اليهودي أن يقول أنه في رجل يسمى محمد جاء في دين جديد، فبدأ يبحث عن محمد عليه الصلاة والسلام، فعرف أنه له ثلاث علامات: لا يقبل الصدقة، ويقبل الهدية، وبين كتفي خاتم النبوة. فأخذ من التمر راح عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذه هدية. فأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء مرة ثانية وقال: هذه صدقة. فلم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه ثانية. ثم ذهب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل النبي عليه الصلاة والسلام عن كتفه فرأى ختم النبوة. من أخبره أن ينزل الرداء؟ جبريل عليه السلام. عليه السلام أخبره أن سلمان الفارسي خلفك يبحث عن ختم النبوة، فأنزل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه سلمان فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكيف اعتقه اليهودي؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت حر ولا عبد؟ فقال: أنا عبد. فقال له: اذهب إلى سيدك وقل له أني بصير حر. يعني شوف إيش يقول. فخويريق قال له: تبي تصير حر بشر تزرع 500 نخلة و40 أقية من ذهب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعينوا أخاكم. وبدأوا الصحابة يحفرون، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يحط النخلة، فحط 499 نخلة في هذا البستان. في هذا البستان إلا نخلة واحدة حطها عمر الخطاب رضي الله عنه، ففي نهاية السنة أثمرت كل النخيل إلا نخلة عمر رضي الله عنه، وهذه من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المزارع الآن أغلبها يتوارثونها، يعني أبا عن أب، عن يعني كل واحد يتوارثها عن اللي بعده، وفي بعضها تصير وقف يعني، وبعضها خلاص يعني يباع فيها. هذه أنواع التمر. صفامي. إيش؟ صفامي. هذا الصفاوي. هاي عجوة ها؟ هذه العجوة. هذا كله إنتاج هذه المزرعة؟ أيه. كله من المزرعة هذه؟ ها؟ هاي شو اسمه؟ ها شلبي بدون نوى. بدون نوى. هذا المرة السكر مرة كويس. هذا. هذا أي هذا بدون سكر. بدون نوى. سبحان الله. بدون نوى سبحان الله. هذه العجوة. ايوه يجي اسود على طول من الشجر؟ لا ما يجي اسود على طول. ها هذا يجي خمسة لون. خمسة لون؟ خمسة لون، اول يجي ابيض. ايه بعدين يجي اخضر، وبعدين يجي شوية احمر، بعدين لون يجي شوية غير احمر، بعدين يجي شوية اسود كده. هذا العجوة. ايوه خمسة لون يجي اجوة. يعني شوف حتى يجيك احمر زي كذا، احمر وبعدين اسود. بس والله ما قد كلت عجوة مثلها. صراحة لينة 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 كثير، لأنه هذا اسمه رطب، هذه رطب العجوة. شوف كيف لينة، أما هذه شوف كيف قاسية شوي. وطبعا هذه ترى عجوة العالي، هذا نتكلم عنه قبل شوي، هذه عجوة العالي، هذه عجوة عادية. هاي كرتون كم كيلو؟ هذا 3 كيلو يجي كرتون. 150 ريال. في نديب شيء. إيش هذه؟ مزرعة كعب مالك رضي الله عنه. الله عز وجل يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللي في غزوة تبوك الذين تخلفوا ثلاثة،
مجموع كلمتهم في مكة مصعب وكعب وهلال رضي الله عنهم جميعا. فكعب رضي الله عنه كان عنده مزرعة اللي هي هذيك ورا اللي وريتك إياها قبل شوي. والحين بنروح للبستان اللي استقبل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، سمي بستان المستظل. والآن بنروح له. جاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة، وكان أول مرة يجي المدينة. الصحابة ما يعرفون شكل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني هيئته. فجاء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما دخلوا إلى المدينة أنشدوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. في غزوة تبوك تخلف بعض الصحابة رضي الله عليهم لأنه كانوا خايفين من الحر، وكان المنافقين يقولون: قل لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فبعض الصحابة رضي الله عليهم ما راحوا، كان عندهم أعذار، وبعضهم مثل هذول الثلاثة ما كان عندهم عذر. فالله عز وجل أنزل فيهم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لأنه لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام منع أي واحد يتحدث إليهم، ومنع حتى زوجاتهم يقتربوا منهم عقابا من الله عز وجل لهم. ثم تاب الله عليهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه التواب الرحيم. سبحانه سبحانه. هذا مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى. الله عز وجل يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذيك الساحة اللي قدامه هناك، هناك في بئر كان